طيب هنتكلم دلوقتي. الحقيقة مجلة الأهرام العربي كانت عاملة الحقيقة عددها السنوي، يعني مجلة عربية وإقليمية بتصدر في 22 دولة، والمجلة دي مجلة هامة جدا. طلعت عنوان مهم جدا جدا، أو تصريح مهم جدا جدا: 30 شخصية عربية تصنع 2018. هنعرف تفاصيل أكتر. معانا على الهاتف الكاتب الصحفي الأستاذ جمال الكشكي، رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي. أستاذ جمال، صباح الخير يا أستاذة، عليكي وعلى كل المصريين، وكل سنة وانتم طيبين وعام جديد. زي انت بتقولي فعلا 30 شخصية بتصنع عام 2018، والحقيقة انه الأهرام العربي قفزت على عام 2017 وراحت لعام 2018 لتقلب في ملفات هذا العام وتتوقف عند هؤلاء الملوك والرؤساء والشخصيات اللي بتصنع أحداث وملفات عام 2018. أبرز الملفات يا أستاذ جمال اللي حضراتكم توقعتوها إن يتم، يعني تتم صناعتها بشكل جديد أو شكل مبتكر في 2018، وفقا طبعا اللي احنا شايفينه دلوقتي والعديد من الشخصيات، أبرز الشخصيات دي وقد تصنع إيه بالضبط وفقا لطبعا توقعات حضراتكم؟ تفضل. الحقيقه اللي انا عايز اقوله انه الملفات التحديات كبيره، من ابرزها مثلا الملف حسم الملفات السياسيه في العديد من العواصم الساخنه والملتهبه، ولنبدا مثلا من سوريا، ايضا اليمن، ايضا ليبيا، ايضا الاحداث، ايضا ملفات محاولات بعض الدول في التعامل كرد فعل مثلا بعض الدول المارقه عن الموقف العربي وكيفيات التعامل معها. أيضا استمرار فكرة التآمر، نحن الآن في أصعب، يعني يحدون الأمل وننتظر الأمل وننتظر عام مشرق، لكن لا شك أنه محمل بالصعوبات، هو عام صاخب جدا. المفارقة أنه هذا العام انتقل من 2017 بتركة ثقيلة جدا. هؤلاء الشخصيات أستاذة مها صنعت بعض الأحداث في 17، لكنها استمرت لتزداد وهجا في 2018. اللي أنا عايز أقوله إنه ده في الصحف العربية أو المجلات العربية منذ الأمس وحتى الآن صنع حالة من الزخم على مواقع التواصل الاجتماعي، ويعني شهد إقبال كبير جدا لمجلة الأهرام العربي. عايز أقول لحضرتك إنه وكالات الأنباء معظم الدول العربية تناقلتها بكثافة شديدة جدا منذ الأمس، خاصة إنه فكرة الشخصية يتبعها بروفايل وبورتريه عن مسيرة الشخصية، هي واهم الاحداث عندما تقرأين كل شخصيه. كل شخصيه حضرتك، كل شخصيه معمول لها بروفايل، معمول لها اهم الانجازات او اهم الاحداث التي شاركت فيها هذه الشخصيه. بالظبط كده، بالظبط. خلينا نقول وعدد ثقافي ايضا في المقام الاول، يعني بدرجه كبيره، عدد ثقافي، عدد سياسي، تقديم معلومه. الاهرام العربي رجعت لمحيطها العربي بقوه. الأهرام العربي خلينا نأكد على أنها جزء من الأمن القومي العربي المتعلق. احنا حقيقة يا أستاذ جمال ملاحظين ده بشكل كبير جدا، ويعني أنتهز الفرصة وأحييك طبعا على أن الأهرام رجعت بشكل كبير جدا يعني أيضا لعقل وقلب المواطن العربي والمواطن المصري بشكل خاص. ربنا يخليكي وبحييكي جدا، لكن خليني أأكد لك برضو على زاوية في منتهى الأهمية. الغلاف حضرتك لو بصيت عليها على الشاشة، الصور دي صور مرسومة. طب من الذي رسم هذه الصور؟ هذه الصور رسمها شاب في بداية العشرينيات لم يعمل بمجال الأهرام العربي، ولكنه دق باب الأهرام العربي باحثا عن فرصة. اكتشفنا موهبته بشكل حقيقي، أثبت وجوده عندما جاءته الفرصة تألق ليصبح هو الآخر واحد من الذي تصنع الأحداث الفنية في 2018.
واخده بال صحيح. حضرتك؟ فاللي انا عايز اقوله كمان، اللي انا عايز اقوله انه هذا العام انطلقنا من التحديات هذا العام. اسمه ايه يا استاذ جمال عشان نحييه هو اسمه كمان؟ اسمه احمد مصطفى. احمد شاب مصطفى، تحياتنا ليه هذا على الشاب فكره الموهوب بلدياتك من اسكندريه. برضو. طب لا نحييه جدا بقى. فاللي انا عايز اقوله كمان يعني الزملاء في مجله الاهرام العربي بذلوا جهد كبير جدا في انهم يضعوا بصمه ويتركوا بصمه حقيقيه في عدد خاص جدا لعام 2018. 2018 عندما نتامله نجده حسب ما ذكرت لحضرتك عام صاخب جدا، الاحداث مليئه، التحديات اكبر، قوى دوليه تحاول بسط النفوذ على المنطقه، بعض الدويلات الصغيره في المنطقه العربيه تحاول العبث، ونحن مقبلين على يناير تحاول ايضا ان تمد خطوط التآمر التي بداتها لتستكمل، عسى ان يعني تستكمل ما لم تنجح في تحقيقه منذ عام 2011. إعادة رسم، أعتقد أن هناك ملامح لخريطة جديدة تسعى بعض القوى المتآمرة لتحقيقها في المنطقة العربية. ولكن هنا بمناسبة هذه الأحداث، بمناسبة هذا الكلام، علينا نحن كدول عربية أن نعيد ونستلهم روح العروبة لمواجهة التحديات، خاصة أنه التحديات تتعلق بأشياء كثيرة في مقدمتها مكافحة الإرهاب. تمام. زي ما شفنا كان الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأمم المتحدة عندما قال وأكد على أنه مواجهة الإرهاب حق من حقوق الإنسان، وبالتالي ضمن هذا الملف أكدنا وأشرنا وتوقفنا على هذه الجزئيات وهذا الملف تحديدا الذي كان الرئيس سباقا في فك هذا المصطلح. وانا صحيح. اعتقد انه يعني اذا كان هو الرئيس يعني الاول الذي اشار وانفرد بفك هذا المصطلح، وهو اخطر ملف يواجه العالم صحيح. ويواجه المنطقه الان. صحيح، هو الملف الإرهاب الذي طال الجميع مش بس الدول العربية أولا، ثانيا حضرتك برضو قلت حاجة مهمة جدا، استحضار أو يعني التمسك إلهام روح العروبة بالظبط لمواجهه هذه التحديات. اذا احنا هنا معانا المعلومه ومعانا ايضا السبيل اللي احنا نقدر ان احنا يعني نتصدى عن طريقه للارهاب، واقوى انواع الارهاب هو محاوله تغيير الهويه العربيه استاذ جمال، وعن طريقها طبعا التفكيك والتفتيت اللي بيحصل دلوقتي. فيعني انا فعلا بحيي حضرتك جدا جدا على هذا العدد الرائع من مجله الاهرام العربي، وبنشكرك شكرا جزيلا اولا على العدد، ثانيا على المجهود اللي حضرتك قمت بيه لإعادة يعني الأهرام مرة أخرى لهذا الشكل الرائع الثقافي والإعلامي بمعناه الصحيح، اللي هو يعني يعلم الجمهور. شكرا جزيلا أستاذ جمال الكشكي الكاتب الصحفي ورئيس تحرير مجلة الأهرام العربي، ومنصبح على حضرتك مرة أخرى. طيب